سورة الطارق page 830. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فاجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لي
حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. One sajda tilawat needs to be made. Those brothers intending participating in the bayan, in the dua, kindly come forward towards the member, inshallah. Let us get together. Alhamdulillah, throughout the last 10 approximately 9 days now, Hazrat Mawlana Ahmad Chauhan Sahab, our resident imam, Allah subhanahu wa ta'ala grant him long life, was making a lot of duas. We were appreciating it. And this is Khatam of Quran. Alhamdulillah, Mawlana has been making all the duas. So let us try and come closer, inshallah.
الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى وبعدد ما تحب وترضى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا ستار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. O most merciful and kind, gracious, loving, compassionate Allah. Ya Allah, forgive each and every one of us, Ya Allah. Ya Allah, forgive all the sins that we have committed, Ya Allah. Ya Allah, accept this khatam of the Quran, Ya Allah. O most merciful Allah, crown it, Ya Allah, with qabooliyat and acceptance from you, Ya Allah. Ya Allah, make it a means of emancipation, Ya Allah. A means of emancipation for Hazrat Mufti Sahib, Ya Allah, and all those that have heard this Quran, Ya Allah, and for their families and the whole ummah of our Nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. O most merciful Allah, undoubtedly as an ummah, Ya Allah, as individuals, Ya Allah, most of us have abandoned the Quran, Ya Allah. O Rabbi Kareem Mawla, forgive that transgression of ours, Ya Allah. O Allah, make us true lovers of the Quran, Ya Allah. Ya Allah, make us true followers of the Quran, Ya Allah. Ya Allah, make us true ambassadors of the Quran, Ya Allah. O most merciful Allah, make us amongst those that will recite the Quran every hour of the evening, every hour of the night and the day, Ya Allah. And O most merciful Rabbi Kareem Mawla, make us from amongst your Ahleen, Ya Allah. Make us from amongst your family, Ya Allah. Make us from amongst the Ahlul Quran, Ya Allah. O most merciful Allah, forgive us, Ya Allah. Ya Allah, forgive our parents, Ya Allah. Ya Allah, if they have left this world, Ya Allah, grant them the highest of Jannatul Firdaus. Ya Allah, if they are living, Ya Allah, grant them lives of khair and afiyat, Ya Allah. O most merciful Allah, do not make them dependent on anyone or anything, Ya Allah. O Allah, make us the coolness of their eyes, Ya Allah. Ya Allah, forgive our spouses, Ya Allah. Ya Allah, forgive our siblings. Ya Allah, forgive our children. Ya Allah, forgive each and every one of our family members. Ya Allah, forgive the whole ummah of our Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, your servants and your slaves, Ya Allah.
have assembled in your house, Ya Allah, in this Mubarak month of Ramadan, Ya Allah, in this Mubarak time, on this momentous occasion of Khatmi Quran. Allah, whatever desires whoever has in their hearts, Ya Allah, that is permissible, Ya Allah, grant it, Ya Allah, to each and every one, Ya Allah. Ya Allah, you know our needs, Ya Allah. Ya Allah, fulfill our needs, Ya Allah. O most merciful Allah, amongst us, whoever has whatever difficulties, Ya Allah, Allah, you alleviate those difficulties, Ya Allah. Whoever has whatever pain, Ya Allah, Ya Allah, you remove the pain, Ya Allah. Amongst us, whoever is ill and sick, in the ummah, whoever is ill and sick, Ya Allah, through the barakah of this Quran, Ya Allah, grant complete shifa, Ya Allah, grant complete afiyat, Ya Allah, wherever the ummah is suffering, Ya Allah, Ya Allah, most especially, Ya Allah, Ya Allah, in Palestine, in Gaza, Ya Allah, the ummah is going through turmoil, Ya Allah. The ummah is going through atrocities that I've never seen before, Ya Allah. Ya Allah, they have become homeless, Ya Allah. Ya Allah, they don't know where to go, Ya Allah. Ya Allah, you become, Ya Allah, their protector, Ya Allah, their guardian, Ya Allah. Ya Allah, safeguard the ummah of our Nabi Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, protect our brothers and sisters, our mothers and fathers, and our children of Palestine, Ya Allah. And wherever else the ummah is suffering, O Rabbi Kareem, Mullah, make your deen once again dominant on the surface of the earth, Ya Allah. Ya Allah, safeguard the Haramain Sharifain, Ya Allah. Ya Allah, safeguard Al-Aqsa, Ya Allah. Make this ummah once again worthy custodians of Al-Aqsa, Ya Allah. O most merciful, beloved and compassionate Allah. Whoever is striving in your path, Ya Allah, in whichever way, Ya Allah. Ya Allah, protect them, Ya Allah. Ya Allah, grant them dominance, Ya Allah. Grant victory to the ummah of Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, blow the winds of hidayat, Ya Allah. Ya Allah, blow the winds of hidayat, Ya Allah. Ya Allah, blow the winds of hidayat, Ya Allah. O most merciful Allah, guide us all on sirat mustaqim. Ya Allah, guide us all on sirat mustaqim, Ya Allah. Ya Allah, guide us to the path of the sunnah of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, purify our hearts, Ya Allah. Ya Allah, cleanse our hearts, Ya Allah. Ya Allah, wash our hearts, Ya Allah, from all the malice and all the diseases and all the filth that lies in our hearts, Ya Allah. Ya Allah, sometimes, Ya Allah, nifaq may be lurking in our hearts, Ya Allah. Sometimes, Ya Allah, we suffer from the sicknesses of doubt, Ya Allah. Ya Allah, remove that, Ya Allah. Ya Allah, grant us all, Ya Allah, the sweetness of iman, Ya Allah. Ya Allah, grant us the nur of iman, Ya Allah. Grant us the nur of yaqeen, Ya Allah. Ya Allah, grant us those wonderful, beautiful qualities of our Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O most merciful Allah, accept us all, Ya Allah. Accept from us, Ya Allah. Ya Allah, some other brothers have made, the mutakifin have made Khatmi Quran, Ya Allah. The other brothers that have made Khatmi Quran, Ya Allah. Ya Allah, accept all those khatams, Ya Allah. O most merciful, beloved, compassionate, gracious Allah, keep us all steadfast on sirat-e-mustaqim, Ya Allah. Whatever has been done in this month of Ramadan by way of deeds, Ya Allah, no matter how broken they may have been, Ya Allah, no matter how insignificant they may have been, Ya Allah, but in your eyes, Ya Allah, you are Halim. Ya Allah, you are Ghafoor. Ya Allah, you are Shakur. Ya Allah, Ya Allah, accept all of that, Ya Allah. Most merciful Allah, before Maud comes to us, Ya Allah, give us the tawfiq of making Tawbatan Nasuha. Ya Allah, on various occasions, Ya Allah, we may have been aggressors, Ya Allah. We may have committed zulm on others, Ya Allah. Ya Allah, we may have deprived others of their haqq, Ya Allah. O most merciful Allah, if they have left this world, Ya Allah. Ya Allah, on our behalf, Ya Allah, grant them the best of remunerations, Ya Allah. Grant them the best of ajr, Ya Allah. And Ya Allah, release us from it, Ya Allah. Ya Allah, if they are living, Ya Allah, give us the tawfiq and the ability, Ya Allah, to, Ya Allah, pay back and do good for all the wrongs that we did to others, Ya Allah, before Maud comes to our door, Ya Allah. Ya Allah, let us make a tawbatan nasuha, Ya Allah, a tawbah that is accepted by you, Ya Allah. O Rabbi Kareem, Mawla, Rabbi Kareem, Mawla, at the time of our Maud, Ya Allah. Ya Allah, descend your mercies upon us. Ya Allah, let us die, Ya Allah, with the kalima, Ya Allah. Let us die for this kalima, Ya Allah. Ya Allah, let us die with the kalima on our lips, Ya Allah. Ya Allah, whilst we sing La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, we leave this world, ya Allah, for the everlasting akhirat, ya Allah. Ya Allah, save us all from the azab of the qabr. Ya Allah, make our qabrs, ya Allah, places, gardens from the gardens of Jannah. Ya Allah, illuminate it, ya Allah. O most merciful Allah, protect us from all the azab of the qabr, ya Allah. Ya Allah, we certainly and surely going to be questioned in the qabr, ya Allah. We're going to be asked, Mar Rabbuk, ya Allah. Ya Allah, we're going to be asked about our deen, ya Allah. We are going to be asked about our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, make us successful, ya Allah. Tomorrow on the day of Qiyamah, ya Allah, in that scorching heat, ya Allah, when the sun will be 1 mile away, ya Allah, we'll be drowning in our perspiration, ya Allah. Ya Allah, at that time, ya Allah, through your fadl, through your grace, ya Allah, grant us all a space under the shade of your arsh, ya Allah. O Rabbi Kareem Mula, we all going to stand in front of you. Ya Allah, absolutely, ya Allah, absolutely unclothed, barefooted, O most merciful Allah, O most merciful Allah, at that time, ya Allah, deal with us, ya Allah, with your fadl, with your grace, with your rahmah, with your mercy, with your compassion. Allah, grant us all Jannatul Firdaus without any reckoning, ya Allah. Ya Allah, grant us all Jannatul Firdaus without any reckoning, ya Allah. Ya Allah, grant us all Jannatul Firdaus without any reckoning, ya Allah. Ya Allah, save us all from the fire of Jahannam. Ya Allah, save us all from the fire of Jahannam. Ya Allah, save us all from the fire of Jahannam. O most merciful Allah, amongst the aspirations that we have, ya Allah. Ya Allah, that you become ours, ya Allah. Ya Allah, make us true lovers of you, ya Allah. Ya Allah, you become ours, ya Allah, make us yours, ya Allah. Ya Allah, you be pleased with us, ya Allah. Ya Allah, you make us pleased with you, ya Allah. O most merciful, gracious, kind and compassionate Allah. Let us be those ummatis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that will look at the affairs of the ummah, ya Allah. Ya Allah, make us amongst those, ya Allah, that can uplift and benefit the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, grant us ikhlas and sincerity in all that we do, ya Allah. Ya Allah, overlook our faults, ya Allah. Ya Allah, conceal our faults, ya Allah. O most merciful Allah, Rahim Kareem Allah. Ya Allah, we beseech you, ya Allah. We beseech you, ya Allah, to make us, ya Allah, yours, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, accept us, ya Allah. Ya Allah, accept from us, ya Allah. Brothers, let us make our du'as independently and then we'll come. نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله اللهم هذا الدعاء واليك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين